عاصمة الميادين في هذا السباق المحلي على أرضية المي. هجني أصحاب السمو الشيوخ وسن الثنايا، الثمانية كيلومترات في أول ظهور لهذه الفئة من الهجن العربية الأصيلة وأول انطلاقاتها من مسافة الثمانية كيلومترات في الاختبار الحقيقي والاندفاع المميز. إذن أول الأسماء المنطلقة في شوط يحمل الثنايا القعدان المحليات، المركز الأول شاهين، انطلاقة شاهين بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، انطلق على أول المراكز سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي مندفعا مع شاهين على أول الأسماء. المركز الثاني انطلاقة شاهين أيضا على مستوى ثاني المراكز وشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الزعيم من يتابعه وينطلق معه محفوظ بي. ثالثا يصل في هذه اللحظات سلهود يا سلهود وشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطش بن مبارك بالقوبع من يتابعه، تسلل من تسلل وانطلق من انطلق. شاهين في هذه اللحظات بشعار المؤسسة الكبيرة وشعار هجن الرئاسة، هنالك البروفيسور من يتابعه محمود بن محمد بن سالم الوهيبي تسلل على ثالث المراكز. أما رابع المراكز في هذه الأثناء انطلاقة شاهين وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي من يتابعه ويضمره، هنالك خامسا أيضا من الجانب الآخر هناك من ينطلق، ينطلق سلهود بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وانطلاقة طارش بن مبارك بالقوبع معه من يتابعه ومعه من يضمره. سادسا وصل في هذه اللحظات صوغان لينطلق بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، هنا من ينطلق معه ويضمره راعي مصيحة فايز بن غفان الجابري. سابع الأسماء انطلاقة شاهين وشعار سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وهنالك سهيل بن سالم العامري من يتابع الشواهين على مستوى ثامني وسابع الأسماء. إذن هذا هو النداء الأول أيها المتابعون المستمعون إلى فاضل الكرام للمراكز الأولى. أعود من جديد إلى مقدمة الأسماء وإلى الصدارة من يندفع وبكل قوة في هذا الشوط، في شوط القعدان المحليات الثنايا الأصايل. هنالك شاهين على المقدمة، شاهين يا شاهين، هنالك بانطلاقة البروفيسور بالنظرات الثاقبة، هناك يوم الختاميات انطلاقة شعار الوهيبي محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يندفع هذا الاسم وهذا هذا الشعار، شعار هجن الرئاسة. يا سلام يا سلام، كم رموز صدرها وكم رموز وردها هذا الشعار، وبانتظار جديدك يا الوهيبي. المركز الثاني أيضا شعار، شعار له، له ثقة له الكبير في أرضيات الميادين. هنا انطلاقة شاهين وشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ينطلق العيناوي على المركز الثاني وناوي على الفوز ناوي، وانطلاقة الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي من يتابعه زعيم المضمرين وينطلق معه على مستوى ثاني المراكز. ثالث الأسماء الوصول والانطلاق في هذه اللحظات، انطلاقة شاهين بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي من يتابع
رابعه الله، المركز الرابع رابعا وصل في هذه الاثناء سلهود يا سلهود، لينطلق بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع، من انطلق في هذه اللحظات متابعا ومضمرا لسلهود. خامس الاسماء انطلاقة صوغان، انطلاقة مميزة وجميلة هنا بشعار سمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي، وهنالك فايز بن غفان الجابري. من يتابع صوغان على المركز الخامس؟ سادسا وصل في هذه اللحظات في هذه الاثناء صوغان بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي على مستوى سادس المراكز. هنالك بنظرات سهيل بن سالم العامري، ايضا من وصل، ايضا من تحرك هنا شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم منطلقا على مستوى سابع الاسماء. اما ثامنها فهنالك يتواجد شاهين بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري على ثامن المراكز. لكن اعود انطلق من جديد هنالك مع الصدارة، وهنا اللقطات المميزة يا سلام عليك يا الهواري، مما تقدم من ابداع مثير وجميل على قنوات ياسر رياضية هنا ونقلها المباشر لأحداث هذا السباق. ولكن انا اعود الى ساحة الميدان هنا مع انطلاقة الثنايا القعدان المحليات وانطلاقة هنا شاهين على مقدمة الشوط وشعار هجن الرياسة. يا سلامي على هجن الرياسة وما تقدم من عروض جميلة ومميزة في هذا اليوم. هنا شعار البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يندفع على أول المراكز وينطلق على الصدارة هنا بشعار الشوط الرئيسي للثنايا الأبكار المحليات مع شواهين، ينطلق مع شاهين في هذه الأثناء وبكل قوة. هنا البروفيسور على أول الأسماء، ولكن الزعيم في موقع المراقبة في مكان استراتيجي مميز، ينطلق الزعيم على ثاني المراكز والشعار العيناوي شعار صاحب السمو شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. من ينطلق مع شاهين في هذه اللحظات ومحفوظ بن خميس الجنيبي على مستوى ثاني المراكز. أما ثالث الأسماء هنالك سلهود، يا سلهود وشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بالقوبع الحميري. من يتابعه أيضا من وصل وانطلق صوغان، صوغان يا صوغان وشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، وهنالك فايز بن غفان الجابري هنا انطلق مع صوغان على رابع المراكز. أما خامس التحديات انطلاقة صوغان وشعار سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي في هذه الأثناء، ينطلق وشعار سهيل بن سالم العامري على مستوى خامس المراكز. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة هناك مع شاهين. يا سلامي على شاهين، يا سلامي على هجن الرئاسة في هذا اليوم وانطلاقة شاهين الكبيرة والمميزة. هنالك بنظرات البروفيسور من ينطلق مع شاهين ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي اندفع مع شاهين بهذا الاندفاع المميز. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين، شاهين شاهين وشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. الله 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 الله، إذن هنالك
ذلك محفوظ بن خميس الجنيبي 1500 متر. يا هل الثنايا يا هل القعدان المحليات. وهنا الصراع ثنائي ما بين شعار هجن الرئاسة وشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. ثالثا بدأ يتحرك وبدأ ينطلق في هذه الأثناء سلهود 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 بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بالقوبع من يتابعه. ولكن نعود من جديد إلى مقدمة الشوط إلى الصراع الثنائي في هذه اللحظات ما بين شاهين وشاهين وهجن الرئاسة. هجن الرئاسة مع لوحة الكيلو متر الأخير. الله الله الكيلو الخطير الكيلو الكبير كيلو ما بعده إلا الناموس. وشاهين على مقدمة الأسماء شاهين على صدارة الأسماء. انطلق شاهين بالانطلاق المميز والكبير هنا بشعار هجن الرئاسة. والبروفيسور من قدم شاهين بهذه الأداءات الكبيرة بهذه المستويات المميزة. انطلاقة كبيرة من شاهين وشعار هجن الرئاسة هجن الرئاسة هجن الرئاسة إلى الفوز دائما بإذن الله تعالى. إلى المنصات بإذن الله تعالى. إلى الرموز 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 يا الوهيبي الرموز يا البروفيسور. إي والله رموز نبغيها الموسم وبكل قوة مع الشعار الحمر وشعار الخطر الذي دائما يمر عبر على المقدمة شاهين. شاهين على صدارة الأسماء هنالك بشعار هجن الرئاسة هجن الرئاسة. والحزام الأخضر هنا في هذه اللحظات يقف احتراما وتقديرا لهذا الشعار الكبير وشعار هجن الرئاسة. وشاهين ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني. وصل شاهين الشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. وكان هنالك محفوظ بالخميس الجنيبي من وصل مع شاهين على المركز الثاني. أما ثالث الأسماء وصل سلهود بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بالقوبع الحميري من رابع الأسماء. إذا الرابع المراكز على ما يبدو لي وصل هنا صوغان بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي. وفايز بن غفان بن حمد الجابري وصل رابعا. أما خامس الأسماء من وصل في هذه اللحظات وانطلق شاهين أو صوغان نعم بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري. إذا اللحظات وصول وفوز شاهين بالمركز الأول. التوقيت الزمني لحظات ونتابع لحظة وصول وفوز شاهين بشعار هجن الرئاسة هنا بشعار محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. والتوقيت الزمني 13 دقيقة 15 ثانية جزءا واحدا من الثانية كانت لحظات وصول وفوز شاهين بالمركز الأول. أما ثاني المراكز وصل شاهين أيضا بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان. لحظات ونتابع لحظة وصول وفوز شاهين 13 دقيقة 18 ثانية وستة أجزاء من الثانية. أما ثالثا من وصل وصل كان هناك سلهود بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطارش بالغوبع من كان معه. لحظات ونتابع لحظة وصول وفوز شاهين والتوقيت الزمني كان إذن اللحظات هنا لمتابعة التوقيت الزمني مع شاهين أو سلهود نعم سلهود بشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب 13 دقيقة 33 ثانية و8 أجزاء من الثانية.